بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. المحاضرة الثانية في الأسبوع العاشر في بايو كيمستري. توقفنا عند جزئية ليبيدز وهي الدهون. طبعا الدهون بداية قبل ما أتكلم هي مركبات معروفة بكرهها للماء، أي أنها لا تختلط بالماء. الدهون أكثر من قسم. الدهون ممكن أن تكون دهون زيوت، ممكن أن تكون دهون صلبة، لها وظائف عديدة. نظرا لخاصية كرهها للماء، الدهون تعطي طاقة 9 كيلو كالوري، بينما السكريات كربوهيدرات وبروتين يعطي 4 كيلو كالوري. الدهون كما تكلمنا سابقا في محاضرات عديدة وخصوصا في المساقات السابقة، لكن للتذكير أود أن أذكركم، لو تخيلنا الخلية عبارة عن منزل أو شقة، خلينا نتكلم هذا المنزل، الأعمدة الباطون الحجار اللي موجودة في المنزل، إذا فاكرين شبهناها بشو؟ بالبروتين. طيب، في كنب، في فراش، في ستائر، صح؟ في تلفزيون، في كمبيوتر، كل هذا الأثاث اللي موجود في الشقة، في فلوس، شواكل فكة للاستخدام اليومي، هذا شبهناه بالسكريات، وخصوصا الفكة من الفلوس شبهناها بالجلوكوز في الجسم. طب ايش ضل في الشقة او في البيت؟ في فلوس مخبية مثل دينار دولار او الذهب، صح؟ هذا خصوصا الذهب بنشبهه للدهون، أي أنه طاقة أو فلوس مخبية. طبعا ضل عندنا الماكرو موليكيولز الرابع الدي ان اي، وهو أفراد الأسرة. طيب إيش نفهم من هذا الكلام أستاذ؟ اللي نفهمه إنه في حالة إنتاج الطاقة، وهي أهم شيء في الجسم، لما أنا بدي طاقة بدي فلوس وأنا في شغلتي، عادة بروح بتصرف في مين؟ في الشيكل أو الفكة اللي موجودة، مين هو؟ الجلوكوز أو بعض من السكريات، صح؟ يعني لو انزنقت كتير وما في فلوس فكة نهائيا، ممكن أبيع كنب، ممكن أبيع غسالة، ممكن أبيع ثلاجة، أثاث المنزل عادي بنباع وبنشرى أحسن منه. طيب لو أنا انزنقت في فلوس أكتر وبدي فلوس أكتر، سيبنا الجلوكوز، سيبنا السكريات، وين بنروح؟ بنروح بناخد من الذهب اللي متخبي، صح؟ وهو الدهون، ليبيد، يعني الدهون تعتبر مصدر طاقة كبير مخزون لل أوقات الصعبة، ما بنستخدمه من أول مرة. ما بيجوز لما تروح أنت على الجامعة تاخد خاتم أو أسورة وتروح تعطيها للسواق، صح؟ يبقى هيك رقم 2 بعد السكريات، ممكن نروح للدهون. انزنقنا وكان الأمر صعب، شو ممكن نبيع بعدها؟ ممكن نبيع الشقة ك مين اللي ضل عندنا؟ كباطون، كحجار، كعمدان.
هذا اللي ممكن يبيعه. بس لعند هاي المرحلة تكون الأمور صعبة، starvation، مجاعة شديدة بتكون في الخلية عشان تفرط في بنيانها الكامل. تمام، هذا رقم ثلاثة. الخلية لما تصل للبروتين انه تضحي فيه، تبلش تفك فيه وتعمل له حرق، معناته الخلية في وضع غير طبيعي نهائي، في حالة مجاعة قاتلة. ها، بضل عندنا الرابع الدي ان ايه او النيوكليك اسيد او الحمض النووي، وشبهناه احنا بافراد الاسرة اللي هو الاهل. طبعا ما حدا يقول لي لما ننزل في فلوس باخد اخويا الصغير وببيعه، تمام، لانه هذا من اعضاء العائلة المالكة. فكذلك الامر الدي ان ايه ملوش دخل في الطاقة كافراد من افراد الاسرة، ما بتبيع سيدك، ما بتبيع والدك. طيب، يبقى فهمنا شو مكانة الدهون. هي عبارة عن مخزون داخل الخلية، هذه الوظيفة الرئيسية كمخزون طاقة. الدهون نرجع لها من ناحية تركيبية أو تركيب كيميائي حيوي، composed of carbon, hydrogen and oxygen، أي أنها تتألف هذه السلاسل الطويلة من الأحماض الدهنية، أو حتى كانت حلقات دهنية تتألف من كربون أو هيدروجين أو أكسجين، وبتكون بينهم نسبة إنه كل اثنين هيدروجين أتوم إقبال واحد أكسجين، 2 to 1. biological limit are a chemical diverse group of compound. الدهون من ناحية بيولوجية حيوية are a chemically diverse group، هي of compounds، هي مركبات ومجموعات، مركبات أو مجموعات تتكون من، تتألف من مركبات كيميائية متنوعة. The common and defining feature of which is there، والشائع والتعريف المميز لهذه الدهون هو their insolubility، هي عدم ذوبانيتها في الماء أو كرهها للماء. hydrophobic، كاره للماء. non-polar، أكتبه لو سمحتوا، hydrophobic non-polar. the biological functions، هذه الوظائف اللي مثل اللي طلبناها في الـ homeworks of the lipids are diverse and their chemistry as diverse as، أي أنها تتميز بأن هذه الوظائف لهذه الدهون معتمدة على تركيبتها الكيميائية. fats and oils are the principal stored. طيب fats مبدئيا نتكلم، نيجي لكلمة lipid. lipid هي الدهون. fats مقصود فيها هي دهون صلبة فوق 25 درجة سلسياس، 25 اللي هي ايه؟ RT، روم تمبريتشر، وليس روسيا توداي، قناة روسيا اليوم. RT نختصرها في المختبرات عندنا، اي انها روم تمبريتشر، درجة حرارة الغرفة. ومتعارف عليها عنا علميا انه لما اقول لك RT او في الفحص، هذا بينعمل عند RT، اي انه عند او اكثر او عند، خلينا نقول 25 درجة سلسياس درجة الحرارة. فهنا تكون هذه الدهون اكثر من 25 بتكون صلبة، فنطلق عليها fats. تمام، زي المارجرين، زي دهون كتيرة، زي السمنة بتكون فوق درجة حرارة 25 صلبة، لكن أقل من 25 ما بنقول عنها fats، لأنها بتكون في حالة سائلة، نطلق عليها إيه؟ oils. oil يعني دهون سائلة.
عند RT less than أقل من 25 بنقول عنها إيه؟ دهون سائلة. Are the principal stores. طيب شو هاي مالها الدهون؟ المبدأ بتاعها الأساسي للدهون بشكل عام هو storage forms of energy، أي أنه تخزين طاقة أساسية in many organisms، في العديد، في تقريبا معظم الكائنات الحية. fatty acids أي سلاسل fatty acid، أحماض دهنية، وهي تكون سلاسل طويلة، أو الترايجليسرايد الدهون الثلاثية. رقم واحد هذا بالنسبة لإيه؟ للفانكشن بتاعت الدهون. طيب الوظيفة الثانية اللي بتيجي رقم اثنين مش الأولى، فوسفوليبيد، هذه الدهون الثنائية، دهون تحتوي على اثنين ديل دهني، عندنا هنشوفها. and sterols، sterols دهون حلقية. هاي شو وظيفتها؟ وظيفتها are the major structural elements. هان وظيفتها ليس للطاقة، وظيفتها كمركبات شكلية، أي لتكوين الشكل وحفاظ على الشكل، لأن الفوسفوليبيد كما نعلم أنه موجود أو يتألف غشاء الخلية من فوسفوليبيد، إذا فاكرين نظرية ساندويش ثيوري أو موزايك فلويد ثيوري. طيب المهم الدهون الثلاثية كمصدر تخزين أو تخزين لمصادر الطاقة زيادة، الدهون الثلاثية اللي بتتكون لما الواحد بياكل كتير وبكون مرتاح باله، سرعة الحرق قليلة، وين الجسم بده يخزن هاي الدهون أو هاي السكريات اللي إجت، بتتحول لدهون ثلاثية تخزن في البطن والأرداف وباقي أنحاء الجسد، لكن خصوصا في البطن والأرداف ناصح بكون، لأنه إيه في طاقة زيادة الجسم خزنها، عشان هيك بنروح بنعمل رجيم عشان نحرق هذه الطاقة، الدهون المخزنة الثلاثية التراي جليسرايد. بينما الفوسفوليبيد ليس طاقة بل هو تركيبي، أي أنه غشاء الخلايا، يتكون من فوسفوليبيد عندنا هنشوفه، ستيرولز يتكون منه هرمونات ومركبات أخرى عندنا هنشوفها مثل الكوليسترول. تمام، نمشي ليبيد. طيب شو أنواع الدهون؟ أنواع الدهون يا أستاذي ممكن تكون سيمبل بسيطة زي التراي جليسرايد اللي تو تكلمنا عنها، الدهون الثلاثية زي الووكس، ووكسز اللي هو الشمع، بكون من الدهون البسيطة. كومباوند ليبيد مركبة أو معقدة عفوا، بتكون زي فوسفوليبيد، الدهون اللي تو تكلمنا عليها بتكون في غشاء الخلية، ممكن تكون زي مركبات أخرى زي لايبو بروتين، هذا بكون الدهون تمر في داخل الدم بعد الامتصاص من الغذاء في الأمعاء على شكل لايبو بروتين، كرة كرة تحتوي على بروتين وعلى دهون. ليه الدهون مش ماشية لحالها؟ لأنه غير ذائبة مائيا، تحتاج إلى بروتين يساعدها تمر في الدم وهو الذائب مائي. طبعا اللايبو بروتين في منه، لو حابين تكتبوا تحت كلمة HDL، في LDL كايلي مايكرون ومركبات أخرى. طيب درايفد ليبيد مشتقات الدهون، إنه بتكون عندي الدهون زي استيرويد، هذا الاستيرويد اللي تقولنا عنه عبارة عن حلقات بيرتبط عليه كذا جزيء أو كذا مركب فيصبح اسمه كوليسترول، يرتبط هذا الدهون عليه بروتين فبنقول عنه مثلا لايبو بروتين. تمام، ممكن سكريات أو جلوكوز بنقول جلايكو ليبيد. تمام، فبنقول مشتق أي أنه مرتبط مع مركبات أخرى غير دهنية.
هاي عندي اللي تكلمنا عنها تو، التراي جليسرايد، الدهون الثلاثية، تحتوي على رأس جليسيرول، شايفينه هذا رأس جليسيرول، أجيب القلم، هذا هذا بنقول عنه جليسيرول، وهذه سلسلة حمض دهني، شايفين ثلاث سلاسل، ثلاث سلاسل اللي بنقول عنه دهون ثلاثية. تعال هنا شوية، الفوسفوليبيد عندي رأس يحتوي على مجموعة فوسفيت، ويحتوي على الجليسرول بتاعته اللي شفناه، شايفين هاي هنا طرف منه عليه مجموعة فوسفيت، وبضل الطرفين عليهم 2 ديل دهون. طبعا سواء هنا الجليسرول او هنا بكون محب للماء، خلي بالك، بينما الذيول الثلاثة هذه، الذيول الثلاثة هذه كارهة للماء. طيب نيجي نتطلع، هان عندنا استيرويد، استيرويد يتكون استيرول هان 4 حلقات زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4، يبقى 4 fused hydrocarbon rings، يعني 4 حلقات. خلي بالك هنا ذيول، هنا حلقات، قال لك fatty acid are hydrocarbon derivatives at about the same low oxidation state that is highly reduced. هذه الدهون ومشتقاتها اللي هي كيف، برضو نجيب القلم زي ما احنا شايفين، هذا فاتي اسيد اسمه، ركز معي هان واكتب على الكتاب موجود عندك. اول شيء هذه سي او او اتش، مجموعه كربوكسايل، اكتب عليها، هاي كربون رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 كربونة، تمام. هذا بنقول عنه فاتي أسيد، فاتي أسيد كاره للماء، يتألف من 18 كربونة، تمام، ستيريك أسيد هان. والله ما فيش هنا زي عملت هيك دبل بوند، رابطة ثنائية، هاي الرابطة الثنائية في الدهون الغير مشبعة، يعني ايه طالعة، المفترض تكون هنا في اتش وكمان اتش، لا مش موجودة الاتش اللي هان، تمام، فبالتالي راحت، فايه الرابطة هذه مع هذه ارتبطت وعملت رابطة هان ورابطة هان. طيب ايضا ايش نتذكر كمان، نقول لكم هنا هاي السلسلة الطويلة اللي من 18 كربونة، هذا اوليك اسيد اي زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون، هنا يحتوي على رابطة ثنائية، فبنقول عنه ايه دهون غير مشبعة، هان رابطة ثنائية على ذرة رقم 9 كربونة ورقم 12، لأنه هي 9 10 11 هي 12،
لغاية 13، بنذكر الذرة اللي في الأول مثلا من 12 ل 13، بنقول على 12 بنفهمها منه، من 12 ل 13 الرابطة. أنت بتحفظ الأشكال هذه طبعا. هذا لينو أوليك أسيد، أي أنه زيت السمك. زيت السمك يحتوي على 2 دبل بوند، رابطتين تمام، سلاسل طويلة من 18 كربونة تمام يا أستاذي. فإيه بقول لك؟ fatty acid are hydrocarbon derivatives that at about the same low oxidation state that is highly reduced، أي أنه يحدث له اختزال على هذه الرابطة، حدث اختزال وتكسير للرابطة، فكون لي الزيوت. خلي بالك انه موجود في الفوشل فولز، اي في الحفريات، او في الحفريات ووقود. انتوا فاهمين وعارفين انه اساس الوقود اللي بيطلع البنزين والغاز والكاز والامور هذه كلها موجودة، بتكون عبارة عن دهون من ملايين السنوات تحت طبقات الأرض، فبالتالي يحدث لها تخمير وأكسدة، وتتحول هذه الدهون إلى إيه؟ إلى مواد وقودية مشتعلة، وإحنا بناخدها هذه المواد وبنفصلها، بيطلع منها من فوق غاز بنزين كاز بأنواعه لغاية أقل طبقة فيها اللي هي الزفتة اللي تستخدم لتعبيد الشوارع. فاتي اسيد ار كربوكسيليك اسيد، يعني الراس كربوكسيليك جروب اللي هي تو حكينا عليها هذه تمام، وبعديها سلاسل طويله تتراوح هذه السلاسل من ست من ست من 4 كربونات قد تصل الى ايه 36 كربونه، مش 18، 36 كربون كربونه. هاي السلسله السلاسل القصيرة 4 6 8، هذه قصيرة، هاي اللي أول ما تدخل البيت تشتم رائحة اللحوم لما تكبى والدتك طابخة، وأنت تدخل البيت بتقول الله طابخة اليوم الطبيخ الفلاني، عاملين شوي عاملين كذا. هذه الروائح اللي احنا بنشمها هي عبارة عن دهون بسلاسل قصيرة 6 كربونات 8 4 زي كده، تتطاير في الجو، بينما السلاسل الطويلة تقيلة لا تتطاير في الجو. كذلك الروائح اللي احنا بنرشها، كما كذلك الأمر دهون سلاسل قصيرة. طيب فاتي أسيد، إن صم فاتي أسيد this is change، هاي شايفين السلسلة تبعت الفاتي أسيد هاي، لو انت جربت او حاولت تفهمها لازم تحفظ لي هذا الشكل. هاي مجموعة الكربوكسايل جروب COOH اللي شفناها في البروتين، وعد عندك كربونة 1 2، كل كربونة عليها هيدروجين هان وهيدروجين هان، ذرة هيدروجين، ضلك امشي معاها 18 16 حسب الرسم ايش بيعطيك، لغاية اخر مجموعة بكون عليها 3 هيدروجين. ارسمها عندك، هذه بنقول عنها هيدروكربون تشين، هيدروكربون تشين، هذه كربوكسيليك اسيد جروب. شوف عندك هنا استريك، ممكن احنا لقدام مش اليوم انتو، احنا بنرسمها، بنرسم كربوكسيليك جروب وبنروح عاملين خط زجزاج، كل حركة من هذه تعني لنا كربونة. لو اجينا نرسم مثلا الاوليك او اللينو اوليك اللي هو زيت السمك، بنروح رسمينها نفس القصة زي هيك، 18 كربونة لكن بتحتوي على واحد، شو هذا الواحد؟ دبل بوند واحدة. هنا في اللينو أولينيك أو الأوليك أسيد 18 كربونة وفيها 2 دبل بوند، هذه فيها 3 دبل بوند، فعليا من الثلاث روابط دبل بوند هذه الدهون الغير مشبعة بصير شكلها زي ما احنا شايفينه هيك، تاخد ايه شكل معوج. طيب in some fatty acids these chains is unbranched، هذه السلاسل مش متفرعة زي ما احنا شايفين، and fully saturated ما بكونش عليها double bond، بتكون هذه مشبعة مكتفية، الروابط مكتفية مرتبطة، contain no double bond ما فيش فيها double bond هذه المشبعة، لكن ايه اللي عليها double bond هذه غير مشبعة،
أما اللي ما عليهاش دبل بوند هذه دهون بتكون مشبعة، تمام؟ يعني other chain contain one or more double bonds. يعني أنا ممكن أجيب لك سؤال، ما هو الفرق بين double bond saturated and unsaturated fatty acid؟ وهذا الرسم أنا مهتم فيها، هاي الصورة كتير بدك تحفظها. A few contain three carbon ring. البعض منها يحتوي على ثلاث حلقات، هذا حنشوفه بعدين، تمام؟ لعند هان أنا سأتوقف، ويعطيكم ألف عافية، نراكم في المحاضرة القادمة، السلام عليكم.